السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض صينية الفراخ بالبصل والبطاطس. انا بسميها صينية فراخ بالبصل، بس ضفت ليها ايه، 2 بطاطس مكعبات صغيرة كده. هنشوف هنعملها مع بعض ازاي، وساعات بعملها من غير البطاطس. سهلة جدا وتنفعك في وقت الزنقة، تنفعك للضيوف الغفله لما حد يطب عليكي. سهله جدا تعمليها وتحطيها في البوتاجاز، مش هتاخد معاكي وقت خالص. نشوف بقى عملناها ازاي، ونشوف بقى مع بعض المقادير. انا هنا معايا طماطم وبطاطس مقطعاها، هنا مقطعه بطاطس مكعبات صغيره، 2 بصيتين يعني بالمنظر ده، وفلفل رومي وبصل وطماطم. انا قطعتهم عشان ما اطولش عليكم. والتوابل معايا بابريكا، بهارات فراخ، فلفل اسود، كمون، ملح، قرفه، ومكعب ماجي فرقاه، وربع معلقه كركم. تمام، انا هضيف بقى اللي انا مقطعاه ده كله في الصينية زي ما انتوا شايفين كده، وهضيف عليهم التوابل بتاعتي. نقولها تاني مع بعض: ملح، فلفل اسود، كمون، بابريكا، بهارات فراخ، ربع ملعقة كركم، وقرفة. تمام تمام وهمسكهم بالمنظر ده كده، هفركهم مع بعض، هقلبهم كلهم مع بعض بالمنظر ده كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنضيف الفراخ بتاعتنا. طبعا انا غسله ايديا كويس جدا، اللي بيحب يلبس جوانتي بقى يلبسه زي ما انتوا شايفين اهي. هضيف بقى الحشوه في قلب الفراخ بالمنظر ده، هدبلها بيها كده. انا هنا بظبط الكاميرا، ابني ماسك لي الكاميرا، للاسف الستاند اتكسر، بالتالي هو ذليلني. زي ما انتم شايفين بدبل الفراخ بالمنظر ده كده. هحطها بقى كلها، انا كده خلاص حطيتها اهو بالمنظر ده كده، دبلتها كلها زي ما انتوا شايفين اهي. طعمها على فكره جميل جدا جدا وحلوه قوي، ومش واخده معاكي وقت خالص. تمام، بعد كده هبتدي بقى هضيف عليها زي معلقتين زيت على الوش كده. انا بحاول ان ادبل الفراخ كلها بالبصل والطماطم والبطاطس بالمنظر ده، وهضيف عليها معلقتين زيت زي ما قلت لكم. يا رب التصوير بس يطلع كويس. اهي كده، وبعد كده هضيف معلقه سمنه كبيره، سمنه بلدي، انا لسه كنت مسيحاها اهي، دي معلقه سمنه بلدي. تمام، وهضيف ميه سخنه بالمنظر ده كده على جنب كده، ميه سخنه. وبعد كده هدهنها من فوق بالصلصه، معلقه صلصه
هدهن الفراخ بتاعتي. انا كده دهنتها اهو، هبتدي بقى ايه احطها تاخد. وكده حبايب قلبي اديتها غلوه على البوتاجاز زي ما انتم شايفين اهو. وبعد كده دخلتها الفرن على الرف الوسطاني على 180 درجه وطلعت معايا بالمنظر ده. يا رب تكون الطريقه بتاعتي عجبتكم. سهله جدا جدا، مش تاخد معاك وقت في المطبخ في الجو الحر اللي احنا فيه ده. لو حد طب عليكي ممكن تعملها له في ثواني، مش هتاخد برضو وقت معاكي. نشوفها بقى في طبق التقديم هيبقى شكلها عامل ازاي لما نيجي نقدمها مع بعض. هتبقى قطعة الفراخ مع شوية صوص البطاطس بالبصل والرز بالمنظر ده، كده تصوير مش باين اهو كده واضح. تبقى بالمنظر ده كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. وقالكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.